سعيد بن القاضي، رئيس جمعية رياض الطرب للموسيقى والسمع الصوفي. جئت سعداء بالعودة إلى الدروس التي تقيمها جمعيتنا جمعية رياض الطرب. هذه الدروس التي عرفت توقفان بسبب الجائحة اللي عرفها العالم بأسره، وفي نفس الوقت توقفت مجموعة الأنشطة في مجموعة الميادين. فاحنا بدورنا كنا نلقي هذه الدروس عن بعد، ثم تم التوقف لعدة أسباب، منها كيف قلنا الجائحة، وفي نفس الوقت أن للأسف الجمعية ديالنا كانت لا تتوفر على مقر رسمي باش تشغل وتعطي أحسن ما لديها. فكنا نقيم هذه الدروس في دار سيدي عبد الله جنون، ثم دخلت الدار للإصلاح، فوجدنا أنفسنا لابد أن نوقف تلك الدروس إلى أن يتم إعطاؤنا واحد المقر اللي به نستطع نشتغلوا ونزيدوا للقدام. فوجدنا مجموعة العراقيل للأسف، لكن جاء الفرج بعد الشدة، ووجدنا هذا الفضاء الجميل اللي أتاح لنا أننا نعود من جديد ونشتغلوا. والفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى مندوب الشباب والرياضة السيد
عبد الواحد عزيبو المندوب ديال الجهاوي اللي في الحقيقة تأسف للمرحلة اللي وصلنا لها، أن كيف يعقل واحد الجمعية في حال الجمعية ديالنا التي تمارس الأنشطة التي لا يمارسها أغلب أو لا تمارسها أغلب الجمعيات المتواجدة بمدينة طنجة، بحيث أن الجمعية ديالنا تلقن فني السماع الصوفي والأمداح والموسيقى الأندلسية وكل ما هو تراثي، وفي نفس الوقت عندها مهرجان وطني اللي هو مهرجان ميازين. كيف يعقل في حالة الجمعية تشتغل دون أن يكون لها مقر رسمي؟ فالله يجازيه بخير، وقف معنا واحد الوقفة وأطفاء نار الغضب اللي كانت بواحد الطريقة ذكية جدا، وكيف قلت أتاح لنا هذا الفضاء الجديد وهو دار الشباب بحسنونا، اللي كيف قال بالكلمة دياله، قال أن هذا حسبوه أو حسبوها داركم. فشكرا للجميع، وشكرا للناس اللي كتدعم مثل هذه التظاهرات الفنية الجميلة الروحية اللامادية التي بها يمكن المضي قدما لكل ما هو جميل وكل ما هو راقي في هذه المدينة، لأن مدينة طنجة في حقيقة تحتاج إلى ورشات تكوينية روحية باش يكون عندها واحد التساوي بين الروح والمادة. طنجة تبارك الله مشات في الجمالية المعمارية، لكن حنا من جهتنا لابد نشتغلوا، اذا لابد كان اننا نوجدوا واحد المحيط اللي نشتغلوا فيه. وكنشكر كل من يدعم هاد المبادرات، وكنتمنوا من السلطات انها تمنح هذه الجمعيه واحد المقر رسمي باش نشتغلوا اكثر. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.